انت حضرتك شفت الواقعة؟ شفت الواقعة. تمام، الواقعة حصلت فين بالظبط حضرتك؟ عند حرازة، قدام حرازة اللي هو بتاع العطارة. تمام، ايه الكاميرا بتاعت حرازة جايبة كل حاجة برضه. تمام، بتاعت المديرية جايبة كل حاجة، بتاعت الحاج سيف جايبة كل حاجة، كاميرا المديرية جايبة كل حاجة. تمام، يعني الكاميرات اللي كانت موجودة عند حراز وكاميرا المديرية وكل الكاميرات اللي في المحلات متعلقة هناك دي المفروض نقلت الحقيقة كاملة أو صورت. تمام، انت بقى عينيك شافت ايه بالظبط؟ انا شافت ان لقيتهم بيشوحوا العربيه، صاحبي قام نازل، قام عامل الشرطه مطلع التمنجه قام مديله. شفت زي الافلام بالظبط. يعني استاذ محمد علي ده يبقى صاحب حضرتك؟ تمام، اخويا اكتر من اخويا كمان. انا عاوز يجي امين شرطه او ضابط خدم في الضرب احمر من 50 سنه من وانا عيل، ويجي يقول ان في ولد او راجل او واحده شتمت واحد من الضرب امين شرطه من 50 سنه، هتهري كده او في 25 يناير بقبضوا في اوضتنا كنا بناخده من ابو عندنا. احمد موسى اقول له عيب، ده في ضرب احمد بالكامل فوق ده في الوقت ده، ما فيش حد بيصدق. بوظ الاعلام دوت اللي احمد موسى اللي ادوله على قفاه بره. احنا مش منطقيين، احنا رجاله كلنا واحد، الضرب الاحمر كلها واحد، واحنا بناكل عيش. امين الشرطه مش عايز يديله حسابه ليه؟ في شارع مين؟ ينزل ياكل عيش يرجع جثه؟ هل يرضى رئيس الجمهوريه يرضى على نفسه؟ وزير الداخليه يرضى على ابنه؟ فين حقه دوت؟ فين حق عيل عنده 20 سنه؟ حسبنا الله ونعم. احنا لما انتخبنا رئيس الجمهوريه، لما انتخبنا رئيس الجمهوريه عاوزين. انت حضرتك انتخبت السيسي؟ انا انتخبت السيسي. كلنا انتخبت. بتضحك عليا ان اللي يتساءل في الموضوع ده وزير الداخليه، وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه اللي احنا انتخبناه وتضحك علينا. زي ما الارهابي، زي ما استني، زي برضه ما انتخبنا الاخوان وتضحك علينا. الضرب الاحمر ما فيهوش ملتقيه ولا اخوان. الضرب الاحمر حلو حافظ الضباط الاحرار، وده عيالنا محمد خليل، وده عيل من عيالنا هنا الشعب. واحنا وقفت مع المديريه، وقفت مع الداخليه، وقفت مع اسم المسكي، مع مديريه الامن، مع اسم عبدين، وقفت مع الدنيا كلها عشان البلد تتعدل، عشان دي بلدنا. ما ينفعش الشرطه تعمل كده يا باشا. ما ينفعش المديريه دي لازم تطلع. احنا بنطلع الداخليه، احنا مش عايزين داخليه، احنا لا بنسحبوا. انت حضرتك تعرف الشاب اللي اتقتل ده؟ ايوه، ده سواق جرده، ده لقيته قدامنا. عريس هيخش من حد. ايه تاني حضرتك؟ عريس هيخش من الحاج حسب الله نعم الوكيل فيه، في اللي اذاه واللي قتل، عشان بقول له هات حق الركوبه. والله يا امير شرطه ما ينفعش انا ركوبه، راح اسخه بالنار في دماغه حسب الله نعم. وابن اخويا كان معاه، واخدينه شاهد في مديريه الامن، واخدينه شاهد فوق. برضه دلوقتي مش عارف يعملوا ايه مع ابن اخويا الاخر فوق. هيترمخوها يا باشا، هيترمخوها يا باشا، هيترمخوها يا باشا.